تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. بنطاق محافظة الإسماعيلية، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة مكبرة استهدفت بها عدداً من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية القائمة على إعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين وأماكن تخزين تلك المواد. وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، نجحت الحملة في ضبط 9 قضايا مواد مخدرة بلغ عدد المتهمين فيها 22 متهماً بحوزتهم قرابة نصف طن من مخدر البانجو و 344 كيلوغرام ونصف من مخدر الحشيش و 8 كيلوغرامات ونصف من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الأفيون، كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري وهواتف محمولة و4 سيارات ودراجة نارية والأدوات المستخدمة في إعداد المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 38 مليون جنيه. جهود الإدارة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تواصلت لتجفيف منابع المخدرات، فقد استهدفت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت عناصر تشكيل عصابي من ذوي السوابق الإجرامية، اتخذوا من بؤرة إجرامية بالدقهلية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية للدفاع عن تلك التجارة غير المشروعة. ونجحت الإدارة في ضبطهم وبحوزتهم 63 كيلوغرام من مخدرات البانجو والحشيش والآيس وثلاث قطع سلاح ناري وسيارتان وأدوات تستخدم في إعداد المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب3,500,000 جنيه. نجاحات الإدارة تواصلت، فقد تمكنت وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب وترويج مخدري الآيس والحشيش، واتخذ عناصره من دائرة قسم شرطة سفاجة بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. ضبط عناصر التشكيل تم في كمين أعد لهم أثناء استقلالهم سيارة ودراجة نارية وبحوزتهم 20 كيلوغرام من مخدر الآيس و25 تربة من مخدر الحشيش، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة ب40 مليون جنيه. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.